تم استهداف الطفل آدم عياد قنص ومباشر من قبل الاحتلال، وهذا احتلال قاتل يستهدف الأطفال، يستهدف أبنائنا ويستهدف شبابنا. ودائما احنا كل اسبوع وكل شهر وكل يوم وكل اربع خمس ايام هناك شهيد، هناك جريح، هناك مداهمة. كان كاتب وصية اخذتها قريتها مزعتها، انا قال لي ليش مزعتها؟ قلت له يا ما تحكيش هذا الحكي، هذا قلت له انت ماليش غيرك يما، انت وحيد الي، انت ماليش غيرك وانت مالك غيري. قال لي يما كل الناس بيستشهدوا، كل الشباب بيستشهدوا. قلت له يما شباب اليهم اخوه، انت وحيد الي. قال لي يما في كثير وحيدين، انا بستشهد للوطن.